أولا احنا بنرحب بمعالي النقيب في الشرقية شمال وجنوب الشرقية، ودي خطوة جميلة، واحنا يعني في غاية السعادة بوجوده بينا انه يسمع لينا ونحكي مشاكلنا والتطورات الأخيرة في النقابة. وطبعا بنشكر معالي النقيب على القرارات الأخيرة في الجمعية العمومية، زيادة المعاشات، وده خطوة جميلة ما شفناهاش قبل كده. وبنشكر معالي النقيب تاني على لقائه بينا ووجوده بينا، وكون ان هو يجي ويسمع لينا دي خطوة جميلة وحاجة حلوة ما بنشوفهاش كتير. بنرحب بمعالي النقيب وبنشكره على تواجده بينا، وبنثني عليه كل الخير ان هو دايما بينا وبيسمع منا، وفي اي مشكله بيكون ليه راي، وبيكون ليه بيكون رايه دايما هو الصواب وهو السديد في اي مشكله. ثانيا انا دايما وبحب اقول كلمه حق في حق المعالي النقيب، انه الراجل المناسب في المكان المناسب، ونحن معه قلبا وقالبا باذن الله. نؤيد النقيب سامع عاشور حيث مؤتمراته ودعمه للشباب، وتواصله المستمر والدائم في حل اي مشاكل خاصه بالشباب وخاصه بالمحامين، كما نؤيد برنامجه الانتخابي وما سعى اليه في الفتره اللي فاتت، ونؤيده في الفتره اللي جايه ان شاء رب العالمين. النقيب سامع عاشور قدم للمحاماه والمحامين انجاز يشهد له الكثير من حيث حل المشاكل، تاني حاجه من حيث المعاشات وزياده المعاشات، الزياده الغير مسبوقه في عهد النقابه، الزيادات الغير مسبوقه في اي نقابه موجوده، نسبه رفع نسبه العلاج، نسبه الشطب غير مشتغلين اللي كانوا بيسببوا لنا ازمه وكارثه في العمل الفعلي. فعلا النهارده نقابه المحامين مقتصر على المحامين المشتغلين، والغير مشتغلين اصبحوا ليس لهم وجود في النقابه. وبنسعى من النقيب سامع عاشور ان هو يدانا متواصل في موضوع التجديدات وكشف المتلاعبين في موضوع التجديدات، لان في كارثه موجوده في النقابه، هي ان في بعض المتلاعبين بأوراق المحامين بيتلاعبوا لصالح أغراضهم الشخصية وأهوائهم المالية. فبنتمنى من النقيب سامع عاشور ينقي الجداول في أكبر وقت، وإحنا ما ننكرش دور النقيب سامع عاشور في حل مشكلة أزمة أبو كبير. كان عندنا أزمة، وأنا مش عاوز أقول يؤسفني أو يشرفني، أنا من المحامين دولي. هو في 2016 حصلت الأزمة وتواصل لها النقيب سامع عاشور مع القيادة السياسية اللي بتأيد النقيب سامع عاشور وبتوافق ان هو يكون نقيب محامين، نظرا لخبرته وحنكته السياسية ونظرا لعمله المهني المهذب. طبعا احنا عندنا مشكلة في الشرقية يوم 25/3، ان شاء رب العالمين تواصلنا مع النقيب العام ان شاء رب العالمين يكون في الأصلح والأفضل. طبعا النقيب العام تولى الأزمة بشكل قانوني وتحلت قانوني ان شاء رب العالمين، واحنا في وزيد مع النقيب سامع عاشور. النقيب سامع عاشور الأب روحي والزميل والاخ وكل من هو تقدر تقول، لان مهنتنا مهنه المحاماه. يشرف ان انا اقول ان هي مهنه ما فيهاش مناصب، ما فيهاش درجات، كله زملاء تحت مبدا الزملاء. فالاستاذ سامع عاشور لما بيتعامل مع اي حد فينا بيتعامل كانه زميل، بيتعامل كانه نقيبنا في المنصب الرئاسي، بيتعامل معنا كانه اولاده. ما عمريش رنيت عليه في اي وقت اللي رد عليا، وانا لم امثل عضو نقابه، انا امثل عضو ذو كارنيه، يعني انا احمي الراجل محامي احمي كارنيه، فما كنتش ليا الصداره ان اتكلم، بس انا بترن عليه في اي وقت بيكلمني وبيتواصل معايا، واي مشكله بتحصل بنكون جنبنا. هو الوحيد المتواجد ظهرا الى المحامين، هو الوحيد المتواجد دائما في العمل الميداني. طبعا مش هنثني عليه خيرا، لان هو يستاهل ان هو يكون نقيب محامين فعلا ورئيس اتحاد المحامين العرب، وتشرفنا ان هو كان رئيس لجنه الاقتصاديه في المنظومه الجديده اللي هي لجان التحكيم الخاصه بوزاره العدل اللي هو تراسها شرفيا. طبعا النقيب سامع عاشور نرحب به قلبا وقالبا في محافظه الشرقيه. احنا بنشرف بحضور النقيب سياده النقيب سامع عاشور، نقيب النقابه العامه ونقيب محامين مصر. يعتبر هو انقذ النقابه من 2013، ان كانت على وشك تعتبر على وشك الافلاس، ان هو بدا ينمي مواردها بزياده سواء الضريبه او عن طريق اتعاب المحاماه، وبدا يحصل تحصيل شامل بالنسبه له هو. وجه بعد كده كان من ضمن الانجازات اللي هو عملها، يعني هو انجازاته لا تحصر، لكن من ضمن الانجازات الاكبر بالنسبه للنقابه العامه بنائها، لان كنا احنا محصورين بين محطه مترو الانفاق، لان كان في حيطه خرسانيه موجوده كبيره جدا فاصبحت بركه، فمستحيل اي شركه تخش عليها من الشركات الكبرى، الا هو بذكائه راح جاي مقدم الاسناد والعطاء للقوات المسلحه، لان القوات المسلحه عندها امكانيات اكتر وعندها مساعدات وتسهيلات، فيقدر ان هو يقوم بالنقابه بالمبنى اللي هو عايزه والتصريح اللي هو عايزه.
جينا بعد كده سعادتك بالنسبه بعد كده راح جاي رافع بالنسبه لمعاش المحامين، وصل دلوقتي بسم الله ما شاء الله لحد 3000 جنيه. بيقول كنا نحلم بهذا، لان هو بيشيد وبينطر من المحامين وبيطلعهم من مستوى ادنى الى مستوى اعلى، وهو بيحافظ كل حفاظه على الشباب، لان هو بالنسبه هو كنقيب عام مش لازم له، كنقيب عام محامين مصر مش لازم له، بس هو بيجي على قد ما يقدر ان هو يحاول ينهض بالشباب وينهض بالمحامين، الساده المحامين في حاله تعبهم او حاله مرضهم. فهو في الحاله دي يعتبر نقيب مثالي، لان هو ملوش مصلحه ولا له ناقه ولا جمل. جه في الفتره الاخيره عشان يظبط برضه عمليه التامين والعلاج الصحي، راح جاي متعاقد مع مستشفيات القوات المسلحه من ضمنها مستشفى الزقازيق العسكري، بدا يتعاقد معاها تعاقد رسمي وبأبرم فعلا العقد معاها، بالنسبه ان هو كان ده برضه بيحاول ان هو يظبط علاج التاميني، لان وصل التامين من جنيه لحد 100,000 بالنسبه لعلاج المحامي. فهو في الحاله دي اصبح بيحكم العمليه بالنسبه للمستشفيات الخاصه لعدم السرقه وعدم النهب، لان مهما كان القوات المسلحه بمستشفياتها والاداره بتاعتها بتبقى حكيمه عن اي مستشفى خارجيه. وده كله ان شاء الله ربنا يوفقه ويصبح نقيب اكتر واكتر واكتر، وان هو يساعد على قد ما بيقدر. ومتشكرين للقائه وبنرحب بيه وبالساده الضيوف اللي موجودين معاه كلهم.